السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سام سعد. اليوم سوف نتعلم من سلسلة علوم نظام لينكس في الحلقة 43 بعض المفاهيم الجديدة والأوامر الجديدة. قبل أن نبدأ في الحلقة أحب أن أبدأ أن سوف نشارك هذه المصادر معكم. هذا النص سوف نقوم بمشاركة في اللغة الإنجليزية، سوف تكون القراءة عليكم وترجمة النص عليكم إن شاء الله. مصدر النص كما تشاهدون Network Development Group الخاص في لينكس، والخاص في هذه الحلقة هو Chapter 14 أو الفصل 14 من هذه. وإن لم تفهم أي شيء اذهب إلى Translate، هو صديقك المقرب أو محرك بحث جوجل. وثم أيضا سوف نشارك هذا الأمر أو الموضوع معكم، شرح الأوامر بينج. الأمر بينج واستخدامه في المجالات المختلفة الخاص في مصطفى الطيب، كما تشاهدون قام في شرحه في التفصيل وإعطانا الأوامر أيضا للملاحظة. وقبل أن نبدأ في استخدام الأمر بينج أيضا نحب أن نقرأ هذه. يستخدم الأمر بينج من قبل مختصي أمن المعلومات أيضا، واستخدامه يتضمن استخدام مديري الشبكات، ويضاف إلى ذلك إمكانية استخدامه في إنشاء هجوم على مواقع، كما تشاهدون هجوم على مواقع الانترنت من أجل الاختبار. وقد يستخدم من قبل المهاجمين أيضا لشر المواقع، هنا من قبل المهاجمين الأشرار مثلا أو ذو القبعة السوداء لشر الموقع لإيقافه أو لحجبه عن طريق شغل جميع إمكانياته واستخدام الزوار في استقبال الزوار، أي نقوم في إرسال حزم مزورة له أو زائدة. تسمى هذه الهجمات بهجمات حجب الخدمة أو DOS كما تشاهدون DOS أو Denial of Service. وهنا أيضا سوف نقوم بمشاركة هذا الموضوع معكم لتقوية المصادر العربية أيضا للخاص برامي أسعد، بالرغم هذا الدليل أو الموضوع ليس خاص بالهوست أو خاص بهذه الحلقة. أولا نحب نسقط الضوء إلى شيئين، لماذا لدينا محتويات عربية رائعة وجميلة مثل هذا المحتوى الخاص بمصطفى الطيب ولكنه ضعيف؟ الجواب لأن نحن عندما نتعلم شيء جديد لا نشارك المصادر مع بعض، أي نحن مغلقون من ناحية المصادر، وهذا سبب ضعفنا أمام المصادر الإنجليزية. وكن أنت المبادر الأول، سواء نحن نقوم بمشاركة المصدر أو أنت تقوم بمشاركة المصدر أو الآخرين. الآن أيضا لدينا مقدمة ثانية، احتمال الآن يوجد أشخاص يذكرون بأن العلم سهل اكتسابه من خلال محرك البحث جوجل أو يوتيوب. أحب أقول لك كلا، لأن هذا ليس علم. العلم هو الاستيعاب، هو بأنك تستطيع توصيل المعلومة للآخرين بأبسط الطرق وبالتطبيق، ونجاح لكم جميعا إن شاء الله. الآن نبدأ لنقوم بإدخال الباسورد. الآن هنا بعد أن قمنا بإدخال الباسورد نذهب إليه، نقوم بعمل كلير لنوضح الأوامر. سوف أيضا نشارك معكم مواضيع وفيديوهات إن شاء الله في أسفل الفيديو تجدونها في الوصف. أولا نتعرف على What is if config الخاصة في عرض الـ IP الخاص في الجهاز. هنا Configure a Network Interface، لم نفهم، اذهب إلى Translate ليست مشكلة. هنا 10.0.2.4 الـ IP الخاص في الجهاز، وهنا اب تاني الجهاز نشط، وهنا السبنت ماسك او نت ماسك لدينا. والان نتعرف عن البينج، نقوم بكتابة what is ping، ليس عيبا من ان تتعلم شيء او تعرضه الى الاخرين. ping send ICMP، ICMP ما هي؟ سوف نعود لها. equal request to network host، يقوم بارسال الطلبات الى الجهاز الثاني. ICMP هي الرسائل أو هو بروتوكول يقوم بإرسال الحزم. نقوم بكتابة بينج. الآن كما تشاهدونها ليست فعالة، لماذا؟ يطلب منها destination address، أي نقوم بطلب destination. البينج تعمل إن كان له موجه أو الأرجيومنت، نقوم بكتابة بينج، وثم استهداف الـ IP الجهاز الحالي. يتكون 10.0.2.4. الآن كما تشاهدون نقوم بإرسال الطلبات واستقبالها. الآن هنا قمنا بإرسال 64 بايت،
IP الخاص في الجواب هذا هو IP، والICMP هي المسج التي يقوم بإرسالها والحزمة التي يقوم بإرسالها، والTime to Live هي وقت معالجة الحزم أو استغراقها لمعالجة الحزم، والTime هنا يقاس في الملي سكند أي أصغر من الثانية. لإيقافها نقوم بالضغط على Ctrl C، وهنا كما تشاهدون قمنا بإرسال 35 حزمة واستقبال 35 ومن فقدان أي حزمة، لم نفقد أي حزمة بالنسبة 0%. إن كان لديك أي ملاحظة رجاء قم في مشاركتها في التعليق لنستفد نحن ويستفد أيضا المشاهد أو قارئ التعليق. الآن نقوم بتجيب الثينك على IP لا يوجد أو غير موجود، انتر. هنا كما تشاهدون يتأخر من تلقي الإجابة ويعرض لنا destination host unreachable. ماذا تعني؟ تعني بأن الحاسوب أو الجهاز غير متواجد أو السيرفر غير متواجد أو غير متصل هنا أو غير فعال. قمنا بإرسال 9 حزم، لم نستقبل أي حزمة، ولدينا أكثر من 6 أخطاء هي 9 حزم والمئة بالمئة بنسبة 100% قمنا بفقدان الحزم أو البيانات. الآن لنذهب ونقوم بتشغيل جهاز ثاني مثلا ببوكس، ونعود لكم إن شاء الله بعد هذا الفيديو. الآن عدنا لكم في الفيديو. الآن كما تشاهدون تفعل لدينا الجهاز الثاني أو إشغال الجهاز الثاني، فاعتبروا الجهاز الثاني ليس متواجد في الحاسوب التي تعمل فيه. نذهب الى التيرمينال او قمة لاين انترفيس، نقوم بكتابة if config وثم انتر. الان ظهر لنا الـ IP 10.0.2.15. الان نذهب الى اللينكس او نذهب الى الحاسوب الاصلي ونقوم بتطبيقه الى الـ IP 15. كما تشاهدون يقوم بإرسال واستقبال الطلبات لنا الحاسوب قيد الفعال وقيد التشغيل. نقوم بالنقر على Ctrl C. الآن أرسلنا 7 حزم واستلمنا 7 حزم ولم نفقد أي حزمة، وهنا الوقت المستغرق 6078 أو آسف 6087 ملي سكند. الآن لنقوم بتجربة طريقة أخرى، نقوم بإيقاف تشغيل الحاسوب. هنا نذهب إلى شوت داون ونعود لكم بعد إيقاف تشغيل الحاسوب إن شاء الله. الآن عدنا لكم إلى الجهاز الثاني، نقوم في تطبيق البينج على الآي بي الخاص في الجهاز السابق. كما تشاهدون لا يوجد أي إجابة، وإن قام بإجابة يقوم بإجابة destination host unreachable أي لا يستطيع من الوصول إليه. الآن كما تشاهدون هنا قام بإرسال 3 حزم والآن لا يوجد أي شيء. نقوم بعمل Ctrl C. كما تشاهدون قمنا بإرسال 20 حزمة ولم نستلم أي رد، ولدينا الإيرور أكثر من 9 أي هنا 20 للدلالة، وباكت loss فقدنا بنسبة 100% والتايم هنا يقاس في الملي سكند. نقوم بالذهاب إلى بينج. نستطيع أيضا من تجربة البينج على google.com مثلا أيضا يقوم بإرسال الطلبات ومن استقبالها أيضا. كما تشاهدون الآن يقوم بإرسالها واستقبالها من خلال هذا الآي المتواجد. الآن نستطيع من تجربته على موقع آخر مثلا meta.com. هنا كما تشاهدون قام بإرساله واستقباله من خلال هذا الـ IP المتواجد هنا. وللملاحظة أيضا نحن لسنا مسؤولون إن قمت باستخدام أمر بينج في أغراض غير شرعية أو بأوامر غير أخلاقية. نقوم بعمل Ctrl C. هذه الحلقة فقط كانت للتعليم ليس للاختبار أو للاختراق. هنا قمنا بإرسال 20 حزمة ومن استلام 19 حزمة ومن فقدان 5% حزم بنسبة 5% والتايم هنا. والآن لدينا البينج لمعرفة الأوبشن التي تستخدم معه أو الهايفن إج. هنا المهام التي نستطيع من استخدامها معه، ونستطيع من استخدام ايضا بينج
من تحديد عدد الطلبات نقوم باستخدام CO ثم ثلاثة طلبات مثلا أول IP نقوم بتحديدها مثلا IP الجهاز هنا نقوم بتحديدها الثلاثة وقام بإرسال ثلاثة طلبات وتوقف الأمر نستطيع أيضا من تحديد الوقت الزمني نقوم بكتابة هايفن I Enter كما تشاهدون يتأخر ثلاثة ثواني ويقوم بإستبدال الأمر الآخر أو الحزمة الأخرى وكان هذا فيديونا اليوم وفي الآخر أحب أقول بأن النجاح لا يعني المال المكتسب بل كسب سعيك أو جهدك الذي قمت ببذله في السابق للوصول وطرق باب النجاح ومن ثم التميز الله يوفقكم وشكرا لك يا رائد ومبتكر أدوات المستقبل لإعطائك وقتك في سماع هذه الحلقة نلقاكم في حلقة أخرى وفي نفس الوقت إن شاء الله مع السلامة.